قعدنا بينا اكيد اهلين لازم اضل واقف بلادي الجميل سهولها وجبالها وينك يا متباكي عاستقلالها بلادي الجميل سهولها وجبالها وينك يا متباكي عاستقلالها شرف عقد منتن وشوف رجالها من بقاعها بتشوفها لشمالها شرف عقد منتن وشوف رجالها من بقاعها بتشوفها لشمالها وبجنوبها وبالشوف شافت حالها وبتوأمة ميلادها وهلالها وحمدان حفلات الزجل بنجالها بيحط كتفه حق كتف الآلهة مع كل شعار الزجل إلا معي مثل المرأة اللي بتخاف من رجالها استقلالها مهما السحر غنى شعر كرمالها اكثر من الشحرور ما غنى لها وحمدان حفلات الزجل بنجالها بحط كتف وحط كتف الآلهة مع كل شعار الزجل الا معي مثل المرأة اللي بتخاف من رجالها شموع منورة ونهدي النسيم على ورود معطرة ومع كل شعار الزجل يا عنترة ما بخاف إلا من كلام السرسرة لما المرأة بتكون ست مقدرة بتخاف من رجال عنده مقدرة هيدا دليل الاحترام مسيطرة تضلها فيها الانوس مصورة حلو المرأة اللي بتخاف من رجالها ولا يكون رجاله بخاف من المرأة بتخاف من رجال صاحب مقدرة هيدا دليل الاحترام مسوطرة وتطلها فيها الانوث مصورة حلو المرأة اللي بتخاف من رجالها ولا يكون رجاله بخاف من المرأة Let it go, man.
بينات مع الخوف ما في اختلاف. بيناتنا عالخوف ما في اختلاف، لكن بقلك كيف عقل الخوف شاف. سر المرأة مهما تغلف بالعفاف بيبقى مع الحمرة على روس الشباب. بيناتنا عالخوف ما في اختلاف، لكن بقلك كيف عقل الخوف شاف. سر المرأة مهما تغلف بالعفاف بيبقى مع الحمرة على روس شفاف. ومش خايف تصفي مرأة ومني تخاف، خايف عكا حرف طاف طما يضل طاف. وساعد ما بتصفي مرأة بده يصير عشفافك الحلوين حرف الطاف كاف. سر المرأة مهما تغلف بالعفاف بيبقى مع الحمرة على روس اشفاف. ومش خايف تصفي مرأة ومني تخاف، خايف ع حرف القاف تما يضل تاف. وساعد ما بتصفي مرأة بده يصير عشفافك الحلوين حرف القاف كاف. عرفت المرأة بتنقاس عالطافها مش عرفت كافها ولا كافها. وهالقاف عندي وهالكاف عندي ليش عقلك شافها؟ هي مش إلي صرفها عند صرافها. دعيك بيحب المرأة الأوصافها من هالصبايا الحافظ تعاقفها. إن قالت بحرف القاف أحدك وقاف بتحس طلعت قلبي من شفافها. ليش عندي شافها؟ هي مش إلي صرفها عن صرافها. بعيد بحب المرأة الأوصافها من هالصبايا الحافظة تعقافها. إن قالت بحرف القاف بعحبك وقاف بتحس طلعت قلبي من شفافها. مهما المرأة بالقاف كانت شاطرة تفقع مثل ما الطاف منك يا درة. مهما المرأة بالقاف كانت شاطرة تفقع مثل ما الطاف منك يا درة. ومهما المرأة بكلمات ههتز الورى تبقى مرأة قدام رمز المقدرة. اوي نفتكر رجالها عليها الطرب شبلك من الحكم دليل ومسطرة. الكون مرأة ورجال رب العالمين أعطى الرجل ضعفين ما أعطى المرأة. وخلي الايادي من القيود محررة. ويا مفتكر رجالها عليها ومهما المرض كلماتها اهتز الورى تبقى
مرأة قدام رمز رمز المقدرة ويا مفتي الرجال عليها افترى بجيب لك من الحكم دليل ومسطرة الكون مرأة ورجال رب العالمين أعطى الرجل ضعفين ما أعطى المرأة وكل الصبايا يزقفوا الشاعر اصيل ومن دون ما تجيب لي من الحكم دليل انك وردت كتير والحرمي قليل مال الدنيا والرزق عكفوف البخيل معادل وغمزي من الطرف الكحيل وشوف الحلا والهضم والشكل الجميل والسيطرة بالحب والقد النحيل هاو كلهم الله عطيهم المرا وين تشو عطيك يا مسجد الخليل الحلا والهضم والشكل الجميل والسيطرة بالحب والقد النحيل هو كلهم الله عطاهم للمرا وإن تشو عطيك الله يا خليل شرب المال يا ابن الحلال إيه حاجي طول المال مش قد الجمال العم ينشر بالمال يا ابن الحلال وبعض الدلع والغنج والسحر الحلال بميل كيف ما بيقشع الجزدان ماله بتقول الله شو عطاني من الكمال لو كنت عاقل ما بتسأل هالسؤال بيكفيك رب الكون أعطى للمرأة ربع العقل والعقل كله للرجال الصبايا يزقفولوا للدلال وخل الرجال يطيبولي بهالمجال حاجة طول المال مش قد الجمال العم ينشرى بالمال يا ابن الحلال وبتقول الله شو عطاني من الكمال لو كنت عاقل ما بتسأل هالسؤال بيكفيك رب الكون أعطى للمرأة ربع العقل والعقل كله للرجال نظراتها بتقول يا الله دخيلك هاتها والحزن ما تفجر بلا دمعاتها والعرس ما بيكمل بلا غنجاتها والبيت ما بيعمر بلا دياتها والكون ذاته بينطلق من ذاتها ومازال ربع العقل سيطر على الدنيا يا ريت عقلاتك مثل عقلاتها Yeah.
العقل المرا وعاداتها اعظم رجال بيحلفوا بحياتها. شو قيمة جنينة بلا ورداتها وشو قيمة السهرة بلا شمعاتها. اوف الحزن ما تفجر بلا دمعاتها والعرس ما بيكمل بلا خنشاتها والبيت ما بيعمر بلا دياتها والكون ذاته بينطلق من ذاتها ومازال ربع العقل سيطر عالدنيا. يا ريت عقلاتك مثل عقلاتها يا ريت عقلاتك مثل عقلاتها يا ريت عقلاتك مثل عقلاتها. خوف وحياة كحلتها ولوحة شالها وحياة كحلتها ولوحة شالها بتركع قلوب السباع قبالها بتعمر البيت بكرم أفضالها وبتخربوا لولا خطر عبالها وحياة كحلتها ولوحة شالها بتركع قلوب السباع اقبالها بتعمر البيت بكرم افضالها وبتخربوا لولا غضب عبالها. الست اللي بتحفظ زوجها وعيالها ومن قلبها بتغار عرجالها مين اللي بينكر فضلها واعمالها لكن ما صارت هيك منها لحالها. مش بس وحد الكون كله عم يقول المهرة الأصيلة من وراء هيها شالها بتركع قلوب سباع قبالها بتعمر البيت بكرم أفضالها وبتخربوا لولا خطر عبالها. الست اللي بتحفظ زوجها وعيالها ومن قلبها بتغار عرجالها مين اللي بينكر فضلها وأعمالها لكن ما صارت هيك منها الحالها. مش بس وحدي الكون كله عم يقول المهرة الأصيلة من وراء خيالها رجال انسمى خيال جال احيان يا خيالها بتبقى خيال او بتشوف ست البيت شالت بالمجال ما بتخربوا للبيت بتزيدوا جمال بالعكس يا رجال الخبطوا جياد مال انتوا خربتوا بيوتنا وهنتوا الشمال رحتوا شلحتوا بحضن بيكن للدلال كل واحد صوب دولي راح مال عملتوا بإجارة بالصليب وبالهلال بعتوا الشنوب ويمكن تبيعوا بشمال لك يا ريت كانت حاكمتنا شي مرة ولا تحرقوا لبنان يا هيجي رجال I'm
قايمين الهيكل عقال يا رجال بحياتك عقال مش كل رجال سما خيال جال بيكون احيان يا خيالها بتبقى بخياله بتشوف ست البيت جالك بالمجال ما بتخربوا للبيت بتزيدوا كمال بالعكس يا رجال اغتبطوا جياب مال انتوا خربتوا بيوتنا وهنتوا الشمال رحتم شلحتوا كل دولي الدلال وكل واحد راح منكم رحتم شلحتوا بحضن بيكن للدلال وكل واحد صوب دولي راح مال عملتوا تجارة بالصليب وبالهلال بعتوا الجنوب ويمكن تبيعوا الشمال يا رايد كانت حاك متناشي مرة ولا تحرقون بنار يا هيكي رجال لبنان جديد بدك مرة تحكم بلبنان جديد وعزوتها ترتيب هالمنزل العيد الأوطان بدها زنود بتفل الحديد ورجال تستشهد على دق النشيد بدك مرة تحكم بلبنان جديد وعزوتها ترتيب هالمنزل تعيد الأوطان بدها زنود بتفل الحديد ورجال تستشهد على دق النشيد ومن الحرب تتشوف مين المستفيد بعطيك مشهد عن عيونك مش بعيد الأم اللي شفت دموعها جمرة وقيد بعرس الشهادة عم تزلغط للفقيد مش بس مرة ألف مرة شي أكيد بدو عمجد الكون مركزها يزيد مرة لأنها للوطن جابت صدر ومرة لأنها أصبحت أم الشهيد بالأمس يا ساع البريد والجامعة ومين لسفك دم العبيد بدك مرة تحكم بلبنان جديد وعزوقها ترتيب هالمنزل تعيد الأوطان بدها زنود بتفل الحديد ورجال تستشهد على دق النشيد تشوف مين المستفيد بعطيك مشهد عن عيونك مش بعيد الأم اللي شفت دموعها جمرة وكيد بعرس الشهادة عم تصلغط للفقيد مش بس مرة ألف مرة شي أكيد بدو عمجد الكون مركزها يزيد مرة لأن هالوطن جابت الولاد ومرة لأنها أصبحت أم الشهيد مثل كلمة مكتبي لما شهيد يكون عالي المرتبي بحطه بقلبي مثل كلمة بمكتبي ولبنان هالأرض الكريمة طيبي مش بس من دم الشباب مطيبي اتفاخر بلون الياس عبود الأبي ومن أرضا من كلام بنقول الياس عبود العبي ومين أرجل من دلال
مزت مصير المثل شمس اندهب بيكفي إلك شادة كمال اليعربي. وإنا بساحتنا بنات مدربي عالمعركة تسبق شباب الطيبي، وبتكون أكثر بالقتال مهذبي، لا بتسرق ولا بتقتل الطفل الأبي. وشو ربي عالمعركة تسبق شباب الطيبي، وبتكون أكثر بالقتال مهذبي، لا بتسرق ولا بتقتل الطفل الأبي. وشو هالفقر للأم يا أبو الموهبي، من هالصبي عالقتل والسر قريبي، ما زال هالصجاب الصبي يأذي البشر. يا ريت جابت بنت ما جابت صبي. خربلول الياس عبود الأبي، ومين أرجل من دلال المغرب. وعنا بساحتنا بنات مدربي عالمعركة بتسبق شباب الطيبي، وبتكون أكثر بالقتال مهذبي، لا بتخطف ولا بتسرق الطفل الأبي. وشو هالفخر للأم يا أبو الموهبي، من هالصبي العلقة والسر قريبي، مازالها جابت صبي يأذي البشر. يا ريت جابت بنت ما جابت صبي. يا ريت جابت بنت ما يا ريت جابت بنت ما جابت صبي. يا ريت جابت بنت ما جابت صبي، ما بتعرف بيوم الولادة المتعبة بتسود وبتبقى الوجوه مقطبة. بالبنت لولا تبشر البيت لالي. يا ريت جابت بنت يا ريت جابت بنت ما جابت صبي، ما بتعرف بيوم الولادة المتعبة بتسود وبتبقى الوجوه مقطبة. بالبنت لولا تبشر البيت لابي. البنت اللي كانت بالبيوت محجبة بتقول صارت بالشهادة مطيبة. اسأل سناء اسأل دلال المغربي، ولولا العليات رجال مدربي. ومازال بالحلوين نفسك معجبي، ومش عم تميز مرتبي عن مرتبي. من كل تاريخ البشر جبلي مرة حملت رسالة خير او عملت نبي. يا ريت جابت بنت ما جابت صبي، ما بتعرف بيوم الولادة المتعبة بتسود وبتبقى الوجوه مقطبة. بالبنت لولا تبشر البيت الأبي. اسأل دلال اسأل سناء اسأل دلال المغربي، ولولا العريد الشباب مدربي. وحاجي اتشرعنا بمجال الموهبي، تنسكر عليك الحرف والمكتبي. مازال بالحلوين نفسك معجبي، ومش عم تميز مرتبي عن مرتبي. من كل تاريخ البشر جبلي مرة حملت رسالة خير او عملت نبي. Yeah.
ولعها. ويا مريم العذراء يا نشمين شعشعة من شعائك جروح المسيح انشبعها. ويا فاطم السهرة الطهر منك سعى حتى يعلمنا الطهارة والدعاء. قولي الخليل قولي الخليل بالرسالات ادعى هلق أما بعطيه حجي مقنعة. إن كان المرام الصالحة بشرع رجال ليش النبي محمد يحل الأربعة. يا نجم شعشع من شعائك جروح المسيح مشبعة. ويا فاطمة السهرة الطهر منك سعى حتى يعلمنا الطهارة والدعاء. قول الخليل بالرسالات ادعى يكرم أنا بعطيه حجي مقنعة. إن كان المرام الصالحة بشرع رجال ليش النبي محمد يحل الأربعة. مجال الشاعري يا حمدان بمجال الشاعري نصحتك لبقى تحتك حبيبي في انا بالشعر فارس فوق ابجار وقلت مثل الصبي المستحي. يا حمدان بمجال الشاعري نصحتك لبقى تحتك انا بالشعر فارس فوق ابشار وقلت مثل الصبي المسطحي. قلت بتحب تتغزل وتسهر وتغني قصايد عاطفي وانا بحار قبل الفجر ابحار ونشر مجد الحروف الابجدية. قلت بتحب تغزل وتسهر وتغني قصايد عاطفي وانا بحار قبل الفجر ابحار ونشر مجد الحروف الابجدية. صعد بين المؤنث والمذكر ما تبين لمين الافضلي لانهم بالفضائل يا معطر انشأ يطلع الواحد. عمكي وعسكر الست شعواني المقدر ليش مقامها تعزز يا خجي لانها ام للعقل الموقر والعقل بمقام الاولي. اوعى ذكر الست شعواني المقدر الموقر ليش مقامها تعزز يا خجي لانها ام للعقل المقدر والعقل بمقام
أولي ومريم قبل ما الفادي تصور بشرها بصبي رب البرية وبعد ما عطر عيسى الزهر عطار انتشر عطر الورود المريمي ومريم قبل ما الفادي تصور بشرها بصبي رب البرية وبعد ما عطر عيسى الزهر عطار انتشر عطر الورود المريمية وبنطاها النبي الهلل وكبر الزهرة المؤمن الحرة التقية هاي زوجة أبو الصبين حيدر والصبين عنوان الحمية وبنطاها النبي الهلل وكبر الزهرة المؤمن الحرة النقية هاي زوجة أبو الصبين حيدر والسطين عنوان الحمية وعلى الحلين بالدنيا يا أصمار المرأة ام الحلا والجاذبية ومهما مقامها بالكون يكبر بسموها تقية مش نبية وعلى الحلين بالدنيا يا أصمار المرأة ام الحلا والجاذبية مهما قامها بالكون يكبر بسموها تقية مش نبي فونا بينا ليش تالأزواج كطار بدلك عالقضية وين هي إذا شرط العدالة ما توفر مش مسموح تجني عالبري فونا بينا ليش تالأزواج بدلك عالقضية وين هي إذا شرط العدالة ما توفر مش مسموح تجني عالبريد نبينا نبينا عندنا بالدين بشر طيقضي عالجهل والجاهلية زمان الجاهلية الحرب قرر على الإسلام والدعوة الأبية وقتها الماضي عنتر ومن الجيشين صار الشعب يخسر ضحايا من الشباب الاشبهكي وصار بوقتها العركي عنتر الارامل واليتامى الاكتري نبي ما عندنا بالدين بشر طيبتي عالجهل والجاهلية زمان الجاهلية الحرب قرر على الإسلام والدعوة الأبية ومن الجيشين صار الشعب يخسر ضحايا من الشباب الأشبهية وصار بوقتها الماضي عنتر الأرامل واليتامى الأكترية ورح بعطيك صورة على المكبر عن لبنان هالجنة الغنية بعد ما كان كله مرج أفكار احترق كله بحرب الطائفية جيب لي شخص فينا ما تأثر أو شي بيت خالي من ضحكي ورح بعطيك صورة على المكبر عن لبنان هالجنة الغنية بعد ما كان كله مرج أفكار احترق كله بحرب الطائفية ومش بس الحرب للبيوت دمر بيقضي على الحياة العائلية جيب لي شخص فينا ما تأثر أو شي بيت خالي من ضحكي وإذا قست العدد والعقل فكر ما بين الشاب والبنت الأبية مثل ألمانيا وأكثر وأكثر الشاب بيلحقوا 12 صبية كرامة نسل هالشعب المحضر نبينا حلل الخمس سوية حتى ما مقام الأم يصدر بهالتشريع حافظ ع شرفها وشرف أجيالها وحل القضية ورح بعطيك صورة مكبر عن لبنان هالجنة الغنية بعد ما كان كله مرش أخبار احترق كله
يستغلوا بحرب الطائفية. ومش بس الحرب البيوت دمر بيقضي على الحياة العائلية. جيب لي شخص فينا ما تأثر يما بيت خالي من ضحية. وإذا قست العدد والعقل فكر ما بين الشاب والبنت الأبية مثل ألمانيا وأكثر وأكثر. الشاب بيلحق 12 صبية كرامة نسل هالشعب المخطر ما بينا حل للخمسة سوية. حتى ما مقام الأم يصدر بهالتشريع حافظ على شرفها وشرف أجيالها وحل القضية. يا خلو عقلك من الجهل صفي صفي. لا تجبرني حساب الشعر صفي صفي. مين بيعرفك شاعر غناني لولا ما انا حطك بصفي. يا بحار استحي من عن فواني انا البحر وانا قائد الدفي. والهب النهر اخر بالعياني ما فيك تروح من ضفي ضفي. جاي تنتقد خفت حناني وصوتي وسترتي وخشاك دفي. احتقد انتقد انسان مجرم اولاني حرق هالشعب تا حالو يدفي. جاي تنتقد خفت حناني وصوتي وسكرتي وخشاك دفي. انتقد انسان مجرم اولاني حرق هالشعب تا حالو يدفي. تعي عايش بروضة حناني علي خيالي بالغنوش لفي. ومثل حسبي تراق البيلساني عخدي خدك الشعلان حفي. المرأة اشرف من رجال الشبان اللي هالناس البريئة مست خفي. اني وصلونا للإهانة عنهم يا مشانق لا تعفي. ونبيلة البشر بأشرف دياني حلل أربعة بعصر التخفي. عحب التمر كان العيش هاني وعشريات ومن فرد كفي. ومهما الشب كان اليوم شاني مرة ما بيقدر يكفي بخفي. حمرة وبودرة وفرحة وتهاني ولك وفر للعيل ينصفي. كيفهم أصبحوا سبعة ثماني كيف بيقدر عيونه يغفي. يحسبوا من الخمر شي تركي ملاني أنجب كل كاس شف شفي. وشو نفع الحب لو صار المعاني مثل واحد سكر شي عمي قفي. بيلطش من أبو سعد أكناني وبيعود يروح بالويسكي يطفي يطفي. دخلك ليش كالست المصاني بحبك تتفي. وبتهف هفي وبتصون الأماني بالتفاني لولا روح هبتها بتهفي. اعذروني انقلت ما إلنا أماني الرجال بيتكوا عاكل حفي. اعذروني انقلت ما إلهم أماني الرجال بيتكوا عاكل حفي. وبصيروا يتهموها بالخياني لولا جفنها برص رفي. وهم بيقطفوا كل المجاني وبيعيشوا بين كاس وبين شفي. ولما ظهرنا بيصير حاني يا من حش يا من لف لفي. Thank you.
عم يطفي بيوقش من ابو سعدات ناني وبيعود يروح بالويسكي يطفي دخلك ليش تالست المصاري بحب بتكتفي وبتهف عفي وبتصود الاماني بالتفاني لولا روحها بدها بتهفي اعذروني انقلت ما اله الاماني اعذروني انقلت ما لهم اماني رجالي بيتكوا عكل حفي وبصيروا يتهموها بالخياني لولا جفنها بيرف رفي وهمي بيقطفوا كل المجاني وبيعيشوا بين كاس وبين شفي ولما ضهر ما بيصير حالي يا من حج يا من لفلفي وانت القال عامل دمجواني وبقلبك من صبايا الشطر عفي لازم يا حلو يا اشقراني بارض اضمان يا سنينك تكفي واذا بلبنان شفت الظرف جاني وشفت الحرب منا عم تشفي منك ما حدا طالب يعاني تنشوفك عريس بكل زفي لانك انت طميع واناني معك بطمعش مش ممكن توفي لازم بعد تعلق حرب تاني تتاخد 24 حرمي وكله بس يا الله بكفي